التنفيذ وحارس القوافل يتألق في التصدي، لكن المتابعة لمراحل من لاعبي القاسرين تنتهي بهدف ممتاز من البديل ياسين البوعازي، هو الأول ليه منذ التحقه باسم في الأكابر. تبقى الكرة في وسط الميدان، ممتازة الكرة من أبو عزي، يمشي ياسين يلعب مع طارق، وطارق هذه الكرة نتاع هاريفي، ياسين أبو عزي، ياسين يطلب على رضا دلومي، ياسين أبو عزي مرة أخرى، ياسين يسجل تضرب في المدافع والمخالفة. We'll be right back.